والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامجكم فتشوا الكتب وسلسلة صورته ومثاله، ونكمل استماعنا لتأملات القديس يوحنا الذهبي الفم. إنما هبتدي معاكم تفسيره لرسالة العبرانيين. ليه اخترت ده بالذات؟ أولا لأن رسالة العبرانيين تبدو صعبة بالنسبة لناس كثير، ففرصة نتعرف على قديس عظيم وهو بيفسر لنا رسالة العبرانيين. حاجة تانية، لأن الرسالة دي فيها جزء كبير يختص بإثبات لاهوت المسيح وطبيعة المسيح الوحدة، وده برضو مش مفهوم كفاية عند ناس كتير من ولادنا، مع أنه ده أساس إيماننا المسيحي كل. الحاجة الثالثة، لأنها كانت رسالة حول الإيمان، لأنها رسالة ضد الارتداد، لأنه زي ما هنعرف كان في أزمة أن في جزء من العبرانيين أو اليهود المتنصرين بدأوا يرتدوا لليهودية بسبب التشكيكات وبسبب اضطهاد عنيف من اليهود على المسيحيين الأوائل. كمان القديس ذهبي الفم انتوا عارفينه يحب جدا ماري بولس الرسول، وفسر كل رسائله، ويعتقد انه كان حافظ اكتر الرسائل صم كده بالكلمة يعني، وكان ما يقدرش يقعد يوم ما يقراش لبولس الرسول من كتر تعلقه بالقديس بولس الرسول. فالنهاردة هكلمكم بس عن مقدمة الرسالة اللي قالها القديس ذهبي الفم. يعني هو بيشرح الرسالة، الأول بيشرح لنا ظروفها، لأنه دي رسالة يعني تحمل شيء من الغموض، حتى أن بعض الناس ما كانوش معتبرينها للقديس بولس. البعض كان يقول لك الرسالة إلى العبرانيين، على اعتبار قال يعني ما كانش منسوبة للقديس بولس. طبعا علماء الكنيسة وأبائها الأوائل زي ذهبي الفم أكدوا أن كاتبها القديس بولس، رغم أن البداية ما كانتش كالمعتاد بولس رسول يسوع المسيح بيكتب، لأن طبعا دي رسالة خاصة موجهة لليهود عموما والمتنصرين منهم خصوصا، وبتقويهم في الإيمان ضد الارتداد، وبولس مش محبوب عند اليهود، فما يقدرش يبتدي بالشكل التقليدي بتاعه. تعالوا نشوف ذهبي الفم قال إيه في الرسالة دي. في مقدمة الرسالة بيقول: يقول الرسول بولس في رسالته لأهل روميا: بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي لعلي أغير، أو أغير يعني حرك الغيرة، أنسبائي وأخلص أناسا منه. يبقى واضح أن القديس بولس كان لغاية ما راح السماء قلبه مشغول جدا بنسيبه من اليهود، هو في الأصل يهودي وفريسي، فرغم أنه خدمته الأساسية هي الأمم والمسيح له المجد، شغله بكنائس آسيا الصغرى واليونان وروما، إنما فضل في قلبه الحنين الدائم أنه أنسبائه في الجسد أولى بمعرفة المسيح. فبيقول: أنا رسول للأمم وأمجد خدمتي، لكني أنا نفسي أغير أنسبائي، يعني حرك الغيرة في قلبهم، يغيروا شوية عشان ياخدوا المسيح اللي بياخدوا الأمم. ويقول في موضع آخر: إن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان، يعني لتبشير اليهود، عمل في أيضا للأمم. إذا إن كان هو رسول للأمم، ويقول له الله في أعمال الرسل: اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. دي هتلاقوها في أعمال 26، ظهر له المسيح له المجد وقال له هبعتك للأمم. فهنا ذهبي الفم بيتساءل: طب ليه يكتب رسالة للعبرانيين طالما دي مش خدمته؟ هو يعني لما يبعت لأفسس وفيليبي وكولوسي دول بلاده بيخدم فيهم، لكن العبرانيين مش تخصصه يعني. ما هو الشيء المشترك الذي يربطه بالعبرانيين؟ لماذا أرسل لهم رسالة؟ وإن هؤلاء العبرانيون كانوا يضمرون له مشاعر العداء. إذن ذهبي الفم بيحقق أن اليهود عموماً كانوا بيكرهوا بولس، لأن اعتبروه ضد موسى واعتبروه ناقض يعني للشريعة. هذا الأمر يمكن للمرأة أن يراه في مواضع كثيرة. اسمع ماذا يقول يعقوب: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود. ده يعقوب الصغير اللي هو يعتبر أول أسقف لأورشليم، وينسب أنه أخو ربنا يسوع له المجد بحكم أنه هو ابن مريم الأخرى، يعقوب ابن حلف.
فبيقول كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعا غيورون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن ناموس موسى. هنا زابيل فم بيذكرها كإثبات لسمعة بولس وحشة عند اليهود، لأن في سمعة طلعت إن بولس منين ما بيروح في أي بلد بره يمسك اليهود يقول لهم ارتدوا عن ناموس موسى. هي بولس ما كانش بيقول كده، بولس كان بيأكد إن الخلاص بالمسيح، لكن تركيزه الطبيعي على الأمم، يعني مش ما فيش داعي إنه يكلمهم عن الناموس. قد يتساءل المرء لأي سبب لم يرسله الله إلى اليهود. رجع بينا لسؤال تاني، طب هو ليه بولس مع أنه فريسي ويهودي ربنا ما اختارهوش لليهود، وهو العارف بالناموس لأنه تعلم الناموس عند غمالائيل وكان يمتلك غيرة كبيرة لهذا الأمر؟ كان يمكنه بسبب هذا أن يقنعهم، لو حدث هذا لكانوا قد حاربوا بشدة. هذا الأمر كان يعرف الله من ذي قبل وأنهم لن يقبلوه، إذ قال له اسرع واخرج عاجلا من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عنه. هنا زابيل فهم الرأي جميل قوي، ربنا يسوع له المجد عارف أن بولس فريسي وتلميذ غمالائيل، هيبقى في رفض عام من المجتمع اليهودي أن واحد كأنه اتقلب من اليمين للشمال. إنما بطرس الغلبان الصياد ما كانش منافس ليهم، ما كانش فريسي، كانش معلم من معلم اليهود، لما هو يبشر اليهود هينا يعني. إنما بولس زي اللي إيه نعار عليهم، يعني إن واحد فريسي يبقى كده. فالمسيح نفسه قال له مش هيقبلوا شهادتك عني. إذن بحكمة إلهية ربنا يسوع استخدم بولس لتبشير الأمم رغم علاقته بالناموس أو يعني دراسته الطويلة قبل كده. بعد ذلك يقول بولس يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بيك، وحين سفك دم استفانوس شهيدا كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه. يعني بولس نفسه حاسس مش معقول يشكوا فيا، ده أنا كنت يهودي متعصب وكنت شاهد على رجم استفانوس، يعني أنا آخر واحد يعتبروني ضد اليهود. فالمسيح قال له لا، هم معتبرينك كده اسمع الكلام، لأن بولس يعني كان متصور أن رصيده الفريسي يعني يسهل عليه الكلام مع اليهود، بالعكس ده اتقلب عليه جدا الوضع لأنه اعتبر منشق، لأنه واحد من الكبار أو الأساسيين يعني. ألا يؤمنهم بكلامه؟ الحقيقة هذا ما يحدث، فعندما ينشق واحد من أمة ما إن كان لا ذكر ولا قيمة له فإنه لا يسبب قلق للذين خرج منهم، لكن إن كان من المعروفين والغيورين للناموس وممن يجمعون عليه أي مشهود له من الجميع فإن خروجه يضايقهم بشدة. يبقى زابيل فمي بيقول لنا حكمة إلهية أن ربنا يختار بطرس هو اللي يبقى مسؤول الختان، أما بولس رغم علمه اليهودي الشديد إنما يختاره لمهمة أخرى هي خدمة الأم. فبهذا يحزنهم بشكل فائق لأنه بابتعاده عنهم وانضمامه إلى آخرين يبطل إيمانهم بشكل أساسي، لأنه طبعا بقت زي فضيحة في وش الفريسيين إن واحد دارس منهم وبعدين بينادي بيسوع المسيح له المجد وبيحقق إن الناموس كله بيشاور على المسيح كده، يعني كلهم يقفوا قدامه مش قادرين عليه يعني، فبالنسبة لهم كان في كراهية جديدة. بالإضافة إلى ذلك هناك شيء آخر، ما زلنا بنسمع زابيل فم وهو بيحلل لسه ليه بولس اللي ربنا اختاره يكتب رسالة للعبرانيين رغم أنه ما خدمش العبرانيين في أغلب حياته، بدأ بخدمتهم اترفض، فإيه ربنا قال له خليني أرسلك للأمم بعيدة. دفع اليهود لعدم تصديق بولس، هناك شيء آخر يدفعهم لعدم تصديق بولس، فما هو هذا الشيء؟ وأن أولئك الذين كانوا حول بطرس وعاشوا مع المسيح وخالطوا قد رأوا عجائب ومعجزات. نشوف الحجة دي كمان، بولس ما كانش واحد من الـ 12 ولا من الـ 70، ما يقدرش يقول أن أنا شفت معجزة البحر ومعجزة لعازر والتجلي، ما يقدرش. بولس عرف المسيح متأخر. بالنسبة لليهود الشهود من ذاتهم من اليهود اللي عصروا المسيح اللي هم التلاميذ الـ 12 الحجة أقوى،
بالنسبة للأمم ده لا يعنيهم كتير طالما بولس مقنع، لكن بالنسبة لخدمة اليهود كان ضروري الشهود يبقى منهم وبيحكوا عن حياة ربنا يسوع اللي عاشوا معاه. فهنا ربنا اختارهم دول لليهود لأنه هنا اليهود هيسمعوا الحتة دي ويركزوا لأنه عارفين الناس دي، أما بولس مناسب للأم. فبيقول بطرس والذين عاشوا مع المسيح وخلطوا رأوا عجائب ومعجزات، لكن بولس دون أن يكون قد تمتع بكل هذه العجائب بل كان مع اليهود في وقتها تكلم هكذا بمفرده وبصورة فجائية. هيقول لك بولس ده طلع إمتى بيحكي عن المسيح، يعني ما كانش معاه. الأمر الذي يحمل بشكل خاص قوة تنهض أفكارنا، لأن هؤلاء الرسل من الواضح أنهم قدموا شهادتهم امتنانا وعرفانا لمعلمهم، ويمكن أن يقال أنهم قدموا هذه الشهادات بسبب محبتهم الفائقة لمعلمهم. بينما هذا الذي شهد للقيامة اللي هو بولس هو من سمع الصوت فقط، يعني بالنسبة لليهود كانت هتبقى شهادة بولس ضعيفة شوية، ده راجل شاف المسيح في رؤية وسمع صوته. إنما شهادة واحد زي بطرس ويعقوب ومتى ويوحنا لا أقوى، لأنه بالنسبة لليهود دول عاشوا مع المسيح فعلا. ومن أجل هذا تراهم أي اليهود يحاربونه بشدة، لأن هيكسروا في شهادته، هيبطلوا شهادته ويقولوا أنت بتهلوس، ويفعلوا دائما كل شيء لأجل هذا الأمر ويتمردون عليه لدرجة الشروع في قتل. يبقى أنا ذهبي الفم بيقول بيحللنا سؤالين مهمين: بولس ما خدمش اليهود ليه؟ عشان بولس ما كانش عايش مع المسيح فشهادته ممكن تبقى ضعيفة شوية بالنسبة لليهود. اتنين، لأنه كان فريسي ويهودي شديد قوي، بالنسبة لهم فيه رفض تماما لموقفه اللي متحول من اليهودية المسيحية، فبطرس والباقيين هيتقبلوا أسهل. طب السؤال الثاني، اشمعنى طيب خلاه يكتب رسالة للعبرانيين؟ لسه هنناقش. إذن لأجل هذا إن غير المؤمنين يكرهونه، لكن المؤمنين من اليهود لأي سبب يكرهوه؟ يعني معروف إن الأمم يكرهوا بولس لأن بولس بيبطل الوثنية بالمسيحية، فمنطقي إنه غير المؤمنين عموما يكرهوه، وغير المؤمنين من اليهود برضو يكرهوا. بمعنى إيه؟ اليهود اللي ما أمنوش بالمسيح شايفين إن بولس كمسيحي ضد الناموس فبرضو يكرهوا، لكن الغريب إن في يهود متنصرين كانوا بيكرهوا بولس، يعني يهود بقوا مسيحيين برضو مش حابين بولس. بصوا المعلومات دي مهمة، بيقولها ذهبي الفم لأنه عندما بشر الأمم كان مضطرا أن يبشر بالمسيحية النقية، وعندما حدث وبشر في اليهودية لم يهتم كثيرا بحفظ الناموس، لكن بطرس ومن معه لأنهم بشروا في أورشليم حيث كانت الغيرة للناموس شديدة شعروا بأن هناك حاجة لأن يحسوا على حفظ الناموس. يعني في كرازة بطرس داخل أورشليم كان بيأكد على حفظ السبت وعلى الناموس، ما بيكنش بيعترض على الحاجات دي، لكن بيركز على يسوع المسيح المسيح المنتظر ابن الله المتجسد. بالنسبة لبولس اللي كان بيبشر برا أورشليم كانش في داعي انه يتكلم عن حفظ الناموس، فضمنيا حتى اليهود اللي امنوا بالمسيح افتكروا او صدقوا الاشاعة اللي عليه ان ده ضد موسى وضد الناموس، وهم بفكرهم اليهودي القديم حتى لو قبل المسيح استكتروها قوي ان واحد يبقى كأنه ضد العهد القديم، هو ما كانش ضد. فهنا بيقول بينما بولس كان متحررا من هذا الامر، يعني مش مضطر يتكلم عن الناموس كتير مع ناس امم، ليس هذا فقط بل ان الاغلبيه كانوا من الامم وليست من اليهود لانهم كانوا موجودين خارج اورشليم، وبهذا ابطل الناموس، وبناء على ذلك لم يحملوا للناموس هذا القدر الكبير من الخشوع، يعني عند الامم ما يعني بتفرقش معهم الناموس القديم. كل شيء بشر به في نقاء، وبسبب ذلك اعتقدوا أنه بهذا أخجل الكثيرين، عشان كده قالوا القديس يعقوب يقول له أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا، يعني يهود أمنوا بالمسيح لكن شايفينك ضد الناموس. عشان كده كانت نصيحة القديس يعقوب أنه أدخل الهيكل واعمل ممارسات التطهير لأنك عشت مع الأمم فترة عندهم كده يعني شوية فرائض مرتبطة باليهودي اللي يعيش مع أمم
ويرجع أورشليم لازم يتطهر الأول. بولس قبل هذه المشورة في محاولة لتهدئة الخواطر، لأنه هو ما كانش ضد الناموس بشكل خالص، لأنه حتى لما شرح في روميا وغلاطيا هو قال الناموس ما فيهوش عيب، ده كلام ربنا، إنما الناموس لا يكفي لخلاص الإنسان، هذه قضية بولس. لكن هو مش هيروح للأمم يعلمهم بقى فرائض الناموس، لأنه هم غير مطالبين به، مطالبين بالإيمان والمعمودية والحياة المقدسة. فهنا أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الارتداد عن ناموس موسى، دي السمعة اللي طلعت عليهم. إذن لأي سبب يكتب لهؤلاء اليهود؟ هيناقش معنا بقى، طب هم اللي بيكتب لهم بعد العمر ده كله؟ على فكرة رسالة العبرانية بعتت قرب نهاية حياة القديس بولس، يعني قعد 30 سنة يخدم على الأقل، وقبل ما يروح السماء بحاجة بسيطة بعت رسالة العبرانية. لأي سبب يكتب لهم دون أن يكون معلما لهم؟ وأين أرسل لهم الرسالة؟ يبدو لي قديس زابيل الفهم بيكلم أنه أرسل إلى أورشليم ولفلسطين. كيف يكتب إذن لهؤلاء؟ يكتب لهم مثلما أنه لم يأخذ سلطان أن يعمد وعمد. فبالرغم أنه قال المسيح لم يرسلني لأعمد، لكنه لم يمنع وصنع هذا على هامش عمله الأساسي وهو التبشير، لأنه قال أنا عمدت فلان وفلان لكن المسيح ما بعتنيش عمد. يعني مش معنى أن اليهود مش خدمته هو ممنوع عليه يبعت له، هي خدمته الحقيقة الأمم، وحياته كلها كانت وسط الأمم، وال13 رسالة كانت في اتجاه خدمة الأمم. رسالة واحدة قرب نهاية حياته اختصها لليهود، لأنه ما فيش ما يمنع بحكم علمه الشديد للعهد القديم، وإن هو اللي تحول من نفسه من اليهودية للمسيحية باقتناع شديد، إن ربنا يستخدمه في نهاية حياته ويكتب الرسالة دي. لأنه قال كمان أنا كنت أود لو أكون محروما من المسيح لأجل أنسبائي، يعني كشف عن رغبته طول حياته أنه كان يتمنى أن كل اليهود يقبلوا المسيح زيه قبل أي أممي. إذن رغبة بولس الملحة فضلت في قلبه طول السنين من انتماء اليهودي السابق، انه الناس دول اولى بمعرفه المسيح. فاحنا ليه مستغربين ان ربنا يسيبه يكتب رساله او يرشده لكتابه رساله العبرانيين؟ وفي نهايه العبرانيين يقول، ما زال الحديث لليوحنا ذهبي الفم، اعلموا انه قد اطلق الاخ تيموساوس الذي معه، سوف اراكم ان اتى سريعا، لانه لم يكن بعد محبوسا، لقد حبس سنتين في روما وبعد ذلك اطلق سراحه. أراجع معاكم هنا بقى حياة بولس. بولس الرسول عرف المسيح مثلا سنة 38، يعني بعد حياة ربنا يسوع على الأرض وصعوده بكذا سنة، وبعدين قعد فترة في العربية، وبعدين استقر في أنطاكيا مع برنابا، وبعدين ابتدى يبتدي الرحلات التبشيرية، طلع 3 رحلات كبار خدت لها زيادة عن 10 سنين، وبعدين اتمسك في أورشليم، اترحل قيصرية، اترحل روما، قعد 2 سنين في سجن روما، وبعدين خرج براء. فاحنا كده في الستينات بقى، وابتدى العمر خلاص يعني الرب يسافر يستشهد. ففي الوقت ده وهو بيقول تيموساوس خرج من السجن وبعته لليهود، دي في آخر العبرانيين قايل كده، يبقى واضح انه بيتكلم عن نهاية فترة سجنه. ثم ذهب إلى أسبانيا بعد السجن ده، ثم إلى اليهودية، وعندما رأى اليهود بعد ذلك ذهب إلى روما، ووقتها استشهد إذ حكم عليه نيرون بالقتل. إذن فالرسالة إلى تيموساوس سابقة على هذه الرسالة للعبرانيين، لأنه في الرسالة لتيموساوس يقول فإني أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. وعلى فكرة ده رأي يقص القديس ذهبي الفم، لأن بعض المفسرين قالوا هم دول فعلا آخر رسالتين، العبرانيين وتيموساوس الثانية اللي قال فيها جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. بس البعض بيقول العبرانيين جت قبل تيموساوس الثانية، والبعض بيقول تيموساوس الثانية بعدها العبرانيين. أيا كان، هما في الآخر دي في المرحلة الأخيرة من حياة القديس بولس. لقد جاهد في أماكن كثيرة، وكما يقول لأهل تسالونيكي صرتم متمثلين بكنائس الله التي في اليهودية. وإلى العبرانيين يكتب قائلا قبلتم سلب أموالكم بفرح. يعني كأن رسالة العبرانيين بتوضح أنها من نهاية حياة بولس، لأنه بيستعرض كل المرار والضيقات اللي عدت بيها بلاد كتيرة، والمسيحيين نفسهم من أصل يهودي تعبوا كتير.
أرأيت كيف أن هؤلاء كانوا يائسين؟ في الستينات كان في اضطهاد شديد قوي من اليهود على اليهود المتنصرين، مش بس في أورشليم، حتى في البلاد الأخرى اللي فيها يهود أمنوا بالمسيح. فالرسالة دي تعتبر تشجيع لكل المتنصرين من اليهود لتثبيت إيمانهم. فهو لما لقى أن في ضغط شديد على أخواته اليهود اللي أمنوا بالمسيح وهو خلاص كده يعني رايح على السماء، كتب الرسالة دي عشان يأكد الإيمان المسيحي أنه امتداد طبيعي لإيمان اليهود، وعشان يصبر المضطهدين، وعشان يحذر المرتدين منهم أنه بعد ما ابتدوا يرجعوا تاني يرتدوا تبقى حاجة وحشة. كانوا يائسين على اليهود المضطهدين دول هم المؤمنين منهم. إن كانوا قد تصرفوا هكذا تجاه الرسل ليس فقط في اليهودية، يعني اليهود عذبوا الرسل كتير، وأينما وجدوا بين الأمم فما هو الشيء الذي لم يفعلوه للمؤمنين؟ لهذا تراه يهتم بهؤلاء اهتماما شديدا، لأنه عندما يقول أنا ذاهب لأورشليم لأخدم القديسين، يعني قديس أميل فم عمال يدافع عن موقف بولس أنه من حقه يكتب للعبرانيين، لأنه في قلبه العبرانيين ما طلعوش منه في يوم، هو منهم في الأصل وبيحبهم بجد. ولما حصل مجاعة في أورشليم كان أكتر واحد مهموم بالمجاعة بولس، وجاب خير كتير من كنائس أنطاكيا ومقدونيا وتسالونيكي وكورنثوس وبعته لأورشليم. إذا ما حدش يقدر يقول إن بولس كان ممنوع من خدمة العبرانيين أو ملوش علاقة بالعبرانيين بعد ما عرف المسيح. حتى في حياته كان لما يروح أي بلد يبدأ بمجمع اليهود أول. غير أن نذكر الفقراء، وهذا عينه كنت قد اعتنيت أن أفعله، يذكر فقراء اليهود في أورشليم برضو كجزء من خدمته. إن هذا ما يقصده حين قال أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون للأمم، أما هم فللختان. هنا ذهبي الفم بيشرح، هم لما قالوا بولس وبرنابا يبقوا للأمم ده لأن بولس مرفوض من اليهود، لكن مش لأن بولس مش بيحب خدمة اليهود. فإن هذا ما يقصده، هذه الأمور التي ذكرها لا يذكرها للفقراء الموجودين في أورشليم، بل لكي نشترك نحن أيضا في عمل الخير. يعني خلى كل الأمم يحبوا اليهود المتنصرين ويتعاطفوا مع المجاعة ويجمعوا خير كتير قوي. في هذه الرسالة يعديهم بثلاثة طرق. هنا دي كلها مقدمة، المرة الجاية هنبتدي في أول إصحاح من العبراني، وكل ده كلام ذهبي الفم اللي بيوعظه في القسطنطينية كرئيس أساقفة، بيعمل اجتماع للشعب أكتر من مرة في الأسبوع وبيشرح العبرانيين بنفسه. فبيقول بولس في الرسالة دي هيعزي المؤمنين من اليهود اللي اسمها الرسالة للعبرانيين، أولا بكل معاناة المسيح، هيركز على آلام المسيح عشان يصبر كل المتألمين، وبعد ذلك من خلال كل الخيرات المحفوظة للمؤمنين يقول لهم أنتم مش عارفين ليكوا أجر قد إيه في السماء. يبقى الرسالة فيها تشجيع وصبر عشان المسيح اتألم وانتوا بتتألموا زيه، وبكرة لكم أمجاد معاه، وأخيرا من أجل الآلام والمتاعب التي يتعرضون ليها. عاوز يقول لهم انتم شاركين المسيح في ألمكم وأنا كمان بتألم معاكم. وهو لا يزعم هذا من خلال الأمور المستقبلية فقط، الأمر الذي كان أقل احتمال، بل من خلال الأمور التي مضت، لأن المسيح أيضا يقول ليس عبد أعظم من سيده، يعني إن كانوا قد اضطهدوني سيضطهدونكم. فبيراجع المفاهيم إن المسيح ما وعدناش بالراحة في الدنيا، أنتوا كيهود متنصرين لازم تشيلوا الصليب زي ما المسيح شاله. وفي الرسالة أيضا يتكلم عن العهدين القديم والجديد، ولهذا يستخدم كثيرا آيات ومواقف من العهد القديم، وبيسميها ذهبي الفم هنا إيه؟ هذه الأمور هي الظلال والصور، يعني بيجيب مشاهد كتيرة قوي من العهد القديم عشان يحققها في المسيح، ويقول دي الضلة دي الصورة، المسيح بقى هو الأصل وهو إيه الإعلان الجديد في العهد الجديد. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.